أدى طلاب القسم العلمي بشعبتيه الامتحان في مادة الكيمياء بامتحانات الثانوية العامة، كما أدى طلاب القسم الأدبي امتحان مادة علم النفس. هذا وقال رئيس لجنة امتحانات الثانوية العامة رضا حجازي إن الكنترونات تبدأ اليوم تصحيح العينة العشوائية لمادة الأحياء لطلاب الثانوية العامة للقسم العلمي، فيما أوضح أنه سيتم اليوم الإعلان عن نتيجة العينة العشوائية لامتحان مادة الجغرافيا عقب الانتهاء من امتحان الكيمياء وعلم النفس.